عسلمة. عسلمة. لبس؟ الحمد لله. قدم لنا روحك. اسمي حليم من ولاية القسري. مرحبا بك حليم وتحية لأهلي قسرين الكل. شتعمل في حياتك؟ توا نخدم أعمال حرة. ندهن نلم البلاستيك نعمل كل شيء. رستوران متنقل شعبي قار. نبيع في المركز كل شيء. خلينا نحكيو على العبيد اللي تخدم في خدمة ماهيش اختصاص نتاعها. ننطلقوا من تجربتك الشخصية. دورنا. فوالا. أنا مثلا قاري تياتر. لا حبوا يخدمونا معهم مسرح ولا حبوا يعطونا الكارت برو ما حبوش يشجعونا. وعندنا مواهب احنا. قريت في القصرين عند استاذ مسرح لا داعي ذكر الاسامي وقديش مره نلحلح بيهم باش يعدوني انا ماذا بيا كان كريم الغربي والجماعه يكلموني بعد في الاخر نعطيهم نمرويه ما يسالش بيان سور ما يسالش يعطوني يشوفوا الموهبه اللي عندي. الغرام بالمسرح الغرام كيش بدا احكي لي اي الغرام كيش بدا مشيت مره مع وليد نتفرج على مسرحيه ما نذكرهاش قديمه الحكايه عجبني السين والحضور على الركح ومحبه الشعب والتصفيق. تحس الممثل المسرحي عنده هيبه وهو فوق خشبه المسرح يتحكم في العالم نحس العالم نتاعو يتحكم فيه ما فيها جريماس الحكايه فيها تكنيك دو ماسك وكل شيء وكيفاش تلبس الشخصيه والشخصيه عندها ابعاد بعد اجتماعي بعد فهمتني ابعاد هاي ماذا بينا نخدموا مسرح ونطلع السين خاطر خدمت انا عملت كرنفال في الكيف عملت زومبي فهمتني وكلون خدمت عيد ميلادات وكذا هاي وماذا كي نسالهم انا مثلا مشيت لمدينه الثقافه كل ما نسالهم يقولوا لنا راه ورشه تكوين الممثل راهي مسكره تو وكل شيء كل يوم نمشي نلحلح بيهم ولادي يطلعونا على السين لا لي شيء مش حتى الفلوس فما شيخه فما غرام فما حاجه فهمتني يعرفوها اهل الاختصاص تحل يدك هكا وتصفيق الشعب تعطيهم اهم حاجه بالنسبه للممثل المسرحي كي يكون فوق خشبه المسرح هو تفاعل الجمهور ويعكس مرايتهم زيادة راه كوجينا تاع تونس يعكس مرايتهم الحكايه فهمتني كي بدا الغرام قداش عمرك؟ عمري 20 10 سنين انا في الدومين نعملوا وحدنا نطلعوا نبرفوا لا لي شيء فمش حد شيء يطلعونا نبرفوا ويقولوا لي راك نجحت انت في الكاستينج هذه في القصرين وما يخدمونيش يخدموا ناس قدم عندهم كوارت برو احنا مواهب جديده كيفاش لازمك تاخوها الكارت برو بالنسبه للممثل؟ انا اللي نعرفه الكارت برو ياخذوها يوسوا عليهم اساتذه المسرح والا لازمك تكون تخدم معاهم اي معناها لازمك تكون تخدم معاهم تخدم معاهم بيان سور باش ينجموا يحكوا لك مع الوزاره ولا يحكوا لك مع نعرف شنيا يقولوا هذا السيد راه عنده معانا ياسر انا 10 سنين راهو الحكايه نبرفوا كيكا نمشوا يعطونا 20,000 على البروفه على العرض معناها اللي فهمته بالمعارفه بيان سور سي ديجا مخدم خويته ولا السيد هذا مخدم خويته فهمتني انا كي نطلع على المسرح يكلموني يجربوني كان فما كاستينغ ولا حاجه يكلموني عليه تشارك في لي كاستينغ نتاع المسلسلات ولا ما نعرفش وين تالي راني نشارك ما نسمعش بيهم ما نسمعش بيهم ما توصلش احنا مثلا نسكن في منطقه بعيده مثلا ما توصلنيش الحكايه يهبطوا على فيسبوك يعملوا لنا باج يعملوا لنا حاجه كي يهبطوا كان ما يهبطوش على مواقع التواصل الاجتماعي مدينه الثقافه مسرح الاوبرا لشاد وشاد اللي عارفيه سي ديجا كلموني وقتها جت الكورونا حبست الموضوع باش نمشي نعملوا تكوين الممثل يشاركوا في تكوين الممثل فهمتني جت الكورونا سكرت الدنيا الكل عاودوا كلموني مره اخرى بحكم انا مشيت نخدم ما نجمش نمارس الحاجه اللي نحبها وميم طون نصرف ما عندي من نصرف لازمني نخدم اللي وجعتني الحكايه برشا اقسم بالله نحكي من القلب وبطبيعه انت ما زلت متمسك بالحلم نتاعك بيان سور سي ديجا باش ناخذ بي سي جيمر ونخدم على البلاتفورم نخدم على حاجه فهمتني على نيمو تي في ولا نجم نسميها نعمل سين وحدي ونصبها على اليوتيوب نورمال خاطر السوشيال ميديا ولات تتواصل للاسف اليوم اسهل طريق للشهره هو مواقع التواصل الاجتماعي للاسف هم يشوفوا اللي عنده موهبه انا عندي شهيد شهاده فنان
وشيت مشاركة في المسرح وعملت عروض، يعني انت حاجة مؤكدة، كل شيء موجود عندي شهيد، منش نحكي من فراغ، فهمتني أستاذة؟ شكون يأمن بيك في العائلة أو في الأصدقاء؟ أكثر إنسان هكا مأمن بيك ويشجع فيك؟ الحاجة اللي نعمل فيها اللي يتفرجوا فيا أصحابي، كل ما نطلع أنا على السين يهبلوا عليا، أما لكن المخرج والأستاذ والواحد يقول لي باهي تو نكلمك وكذا، وينحوني ساعات من خدمتي. ما تقنعوش ولا شنو هو المشكل؟ هو بيدو يبدا يضحك، انا نخدم كوميديا ديلارتي، هو يبدو فمه من هكا لهكا لكن ما يساعدوش. علاش؟ ما عنده شكون يخدم معاه. وانا فهمتني يقول له راهو هذا عرشه صعيب في البلاد، وراهو يعملنا مشاكل ويعملنا كذا. احنا تعلمنا في المسرح انه اللي يجي من الببليك ولا من ساعات تلقى ببليك خايب. ما نسمعوش، ما نكمل انا اللي عندي، فهمتني؟ خاطر انا نبدا في بحر اخر، في عالم اخر، ما كيف باش نعمل مشاكل؟ انسان مثقف كذا، انا على فكره باك. وين ترى روحك في المستقبل بالحلمه هذه؟ باش نخدم مسرح ومستقبلا؟ ما صبوره كحله. ماكش هكا مربوط دبب. في المسرح معناها؟ اي اما نعمل تو شين تيك توك، نعمل لك الحاجات اللي نحبهم كوميديا ديلارتي، حالي موسي جريك تي، فهمتني؟ ومن بعد ان شاء الله الصيف هذا ناخذ بي سي جيمر ونخدم على نيمو تي في، باش نبداها فيونسور في الجيمر، نبدا نلعب جي تي ار بي كذا، نجبد العباد، فهمتني؟ كيما عملوا الجماعه، خاطر هنا نجموا يتلفتوا لي، كي تبدا عندي برشا ناس تشاهد فيا نولي نفرض وجودي عليهم. خاطر هم يدخلوا فيهم لا علاقة بالمسرح، كان نقول له سمي لي أبعاد الشخصية، شنية يقول لي شخصية؟ بعد اجتماعي، بعد نفسي، بعد فما أبعاد. ضروري معناها أنك تقرأ مسرح كي تكون ممثل، خاطر حسب مسألنا أكبر معناها ممثلين كبار يقول لك ماهوش ضروري. ضروري تقرأ مسرح، حاجة سهلة تقرأ مسرح، أولا باش يخدم على شخصيته، باش يطلعوا منه شنية هو، فهمتني؟ كذا باش يطلعوا منه شنية. احنا مع أهل الاختصاص. فهمت، يعطيك الصحة. ساعات نشوفوا في ممثلين سامحني، ما يمنعش انه اي واحد ينجم يطلع مسرح، لكن لازم يتكون صحيح الغرام والتكوين. هما يعملوا تكوين للكهول وللاطفال وكذا بغير مستواه، مش لازم يبدا قاري، لكن يحطوه في بلاصته. فما ناس نتفرجوا فيهم ساعات يقول كلمه ما يقراش لها حساب، والكادر هو اللي يبدا فيه ولا في بلاتو ولا حاجه، بعد ترجع له تولي حاجة سيئة. يزم يكون عن دراية باش يعمل هو، فهمتني؟ باش يعرف يحكي مع رجال مع نساء، كل واحد يعطيه كارو. سيدي جاكي يوصلوا ويعمل عمل يوم ما باش يعايروه، يقولوا حتى مسرح ما قريتوش أنت، وصرت هذه دخيل، يقولوا دخيل. أما كي يقول راني عملت مسرح وعندي كذا وعندي كذا، راه كنت بلاصتي أنا تجي خير منك. وعلى فكرة غنيت، عملت كاستينج تاع فيلم، عملت كاستينج كذا، اليوم انا هذا ما كلمني حد، وين راهو ينجح في الكاستينج؟ انا نعرف روحي. جينيرالمون الاكاديميين ما عندهمش حظ في الميديا. مثلا ممثلين عاملين مسرح ما لقاوش حظوظ. هي هو حكى عليها المهذب، اسمه المهذب هكا. المهذب الرميلي. المهذب الرميلي ما هو جبدها في بلاتو من نعرفش وين، قال راهي هي مجموعه تخدم بعضها. خدموا بعضهم في مسلسلات ولا حاجه، عيطوا لبعضهم. وليدي راهي الحكايه راهي كيما الحكومه، بدل، شوف مواهب، شوف ناس عندها افكار جديده. اقسم بالله السيناريوهات اللي انا عن ناس تعمل اخراج هما مش قارين اخراج جمله، يعمل لك سيناريو مش عادي، يحكي لك على حاجه تك، ما فهمتني؟ على كل ان شاء الله ربي يوفقك، نخلي لك الكلمه الاخيره. اوكي. ماذا بيا كان فما واحد يسحق شكون يقريني مسرح، عاود يقريني ويخدمني معاه مسرح، لا لي شيء لا على الفلوس لا حتى شيء، حاجه نحبها باش يخلي نمرويا ان شاء الله يطلبوني. تفضل. اوكي. 22 1 3 7 3 4 2 22 1 3 7 3 4 2 عبد الحليم. شكرا.